تفاهات لا تغني ولا تسمن من جوع، ومرأة قروية مسكينة قالت كلام ما عرفاش شنو كتقصد فيه. يسرى بها هادشي اللي يسرى بها حرام، هقرا حقرا والله حقرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد. أولا احنا على أبواب الشهر الكريم سيدنا رمضان، الله يدخل علينا بالصحة والسلامة ويبعد علينا هذا الوباء ويقرب البعيد من القريب إن شاء الله. موضوع النهار أخوتي شوية حساس، اللي حداه شي أطفال يعني بعدهم عليه، كيف كان عفوا دي ميضر دجة كبيرة واللي سببها المتحول المخنت الملقب صوفيا طالوني. اللي ما كيعرف صوفيا طالوني هلا يعرفكم بها، هو هذا المتحول جنسيا. انا فكرت نولي متحول جنسي، ما فكرت لا في العائله، ما فكرت لا في الدين، ما فكرت لا في المجتمع، ما فكرت لا في الدوله، ما فكرت لا في العالم. فكرت في نفسي، انا كنت اناني مع نفسي وغنبقى انانيه مع نفسي، ما غاديش نتبدل، لانه مصلحتي هي الاولى. فهي في كلا الحالات غيعايروني، سواء كنت باللحيه ومثلي جنسي، او بالصدر ومثليه جنسيه او متحوله جنسيه. ففي كلا الحالتين غيقولوا عليا مثلي جنسي بالكلمه السواقيه اللي معروفه عندنا في البلاد. فاذا انا تحديدات شي كامل، ومازال غادي نتحداهم، ومستعده نتحدى العالم كامل من اجل انني نثبت راسي كمتحول جنسي مفتخر براسي، ووصلت لواحد المكانه اللي انا كنفتخر بها، واحد الهدف حققته وانا كنت كنحلم بها. باش انه مثلي جنسي غتبدا خلال تقريبا سنتين ونص، غتبدا في هذا الشيء ديال السوشيال ميديا وفي هذا الشيء ديال الصحافه، وخلال عامين ونص غتهضر عليك امريكا وتهضر عليك بريطانيا وتهضر عليك دول عظمى ودول كبيره وتحاربك، وهذه فهذا بحد ذاته انجاز كبير بالنسبه لي انايا. يعني صوفيا ما بقاتش صوفيا المغرب فقط، صوفيا ولات العالم كله تهضر عليها، واخا تهضر عليها بانها ضد المثليه او عنصريه ما كيهمنيش، يكفي ان اسمي تكتب للتاريخ. وهل يشرفك هذا التاريخ؟ صراحه حاليا يشرفوني، حاليا يشرفوني. شحال من مره كنلقى شي واحد كاتب لي كومونتير خايب، ملي كندخل عليه باش نشوف البروفيل ديالو كيعاير قدام الناس، الله ينعلك، الله هادي، الله هادي، وما نعرف شنو داير فيها فقيه وما نعرف شنو. ملي كندخل باش نشوف البروفيل ديالو ونرد عليه بالسب، نكتب ليه ميساج باش نرد عليه سواء بالسب سواء بشي حاجه اخرى، كنلقى كاتب لي حبيبه ديالي كتعجبيني، عطيني رقمك، الا جيتي المغرب نشوفك، انا ساكن بوحدي. هذا هو النفاق، لانه حنايا طاغي علينا شويه ديال النفاق بزاف. المخير عينو فيا واخ مني. المخير ما كرهش انه يمشي مع مثلي الجنس، ماشي المخير ولكن الاغلبيه، يعني ما كنعممش، ما كرهش يمشي مع مثلي الجنس، ولكن قدام الناس كيبين العكس، كيبين بان داك الشيء خايب، بان هذا الشيء ضد الدين، ضد التقاليد، ضد الاعراف، ضد المجتمع، الشوها وما نعرف شنو. ولكن هو الى عطاته الفرصه انه يكون هو وياه بين اربع جدران، تنقول لك اقسم بالله غادي يسطر واحد الفيلم اللي ما عندوش نهايه. هذا الحتل المخند المتحول البشع متورط حتى هو في قضية حمزة منخيخي، واخا تدعم طرف الضابطة القضائية يعني ما خداو منو والو. كيف كتعرفوا اخوتي الخواتي وجههم قاصح، ما تاخذ منهم والو. والله تصيبهم شي بلاصة في السناب الا ما درت ليها ما دار حمزه بوبي شي وحدين، راه انا ماشي صوفيا، ماشي صوفيا مون بيبي. زائد كيتعنى بفلوسه اللي كيجيبها من عرق ظهرو في تركيا، وداخل خارج من البلاد لا مراقب ولا حاسب ولا مراقب على هاد السموم اللي كينشر المثلية في اللايفات ديالو، وكيظهر عليا وكيدير الدعاية، يعني المواقع متخصصة في هادشي بالمثليين والدعارة والفسق. تصور اللايفات ديالو كيصرف فيهم غير المعتوهين من
مشهورين على صعيد الفيسبوك والرادي لا وزيد وزيد وزيد. وباش تعرفوا اخوتي اللايف ديال على الانستا كيجيب حتى اكثر من 100,000 مشاهده. هذا الرقم ما تيجيبوش حتى الرئيس الامريكي ولا يعني لعابه مشهورين على الصعيد العالمي في اللايفات ديالهم. وهذا حتى لا ما فهمتش انا اخوتي كيف يعني تشوف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا ما فهمتش اخوتي والله ما فهمت شي حاجه. شوفوا الخطر اللي كيمثل هاد الحوت على المجتمع ولا على الشباب ولا على الاطفال وزيد وزيد. وهاد الحوت على اخوتي هاد المتحول في سياسته كيستقطب النساء يعني كيدف البفتو النساء ومعروف عليه البيدوفيليا. وكيف قلتم الدرجة الأولى كيف كيستقطب النساء مع احترامات المرأة ولكن كنعني رهاب النساء والمعتوهين اللي كيساندوا كيتابعوا بحال هاد الأشخاص باش غيفيدكم أخوتي هاد الأشخاص باش غادي يفيدك الدومة باش غتفيدك سينا باش غتفيدك ساريكول. كلهم يدعونا للفيسبوك والرذيلة يعني خطر على المجتمع ديالنا كيف حنا كمجتمع إسلامي. يعني حرام هادشي حرام ندعموا هاد الناس ولا نشوفوا فيهم ولا ما هاد الناس راه مابزيدش يعني باش يكونوا هما مشهورين على يكونوا مشهورين على المجتمع ولا مشهورين عند المجتمع. هاد الناس يعني بحال المعتوهين هما اللي خلاوهم وجعلهم يكونوا مشهورين. هاد الناس هما اللي جعلوا من الحمقى مشاهير. غتستافد من واحد تيطلع في اللايفات ديالو شبه عريان وهو متحول جنسيا ومتحول غض الفوق يعني من تحت مازال كيخلقوا الله سبحانه وتعالى. يعني شمن الافاده غناخذ من عند هاد الناس؟ اليوتيوب عامر اخوتي بما يتفاد. يعني الا بغى يستافد الانسان من اليوتيوب كاين في جميع المجالات وجميع المواضيع وكاين شبان يعني عندهم قضيه وعندهم مواضيع تستافد منهم. كاين تاريخ كاين صناعات كاين طبخ كاين حكايات يعني مواضيع بنادم يستافد منها. كاين تاريخ ماشي بحال هاد الناس بحال هاد الحتالات. يعني ما فهمت انا اش غنستافد من هاد الناس انا لاباس تنشوف انا في الدومه ولا اوف شنو زعما بغيت نضحك. ها كاين مسلسلات كاين افلام كوميديه كاين بغيت تلهي وقتك كاين ما يتشاف ماشي بالضبط نتبع هاد الحتالات. حسبي الله ونعم الوكيل. وعاد كتصادفوا عند قنوات يعني تصادفوهم يديروا معاهم استجوابات ويزيدوا ينشروهم ويوريوهم للراي العام. يعني عادي كتاب عادي الدنيا هانية وهادشي عندنا عادي. مؤخرا واحد القناة دارت استجواب مع هاد الحتالة المتحول وتيقول له لا لا صوفيا شاد انت عارف السيد مازال نص راجل نص مرا وزيد مستافو وكتقول له لا لا شاد الخوزع بلاد وشاد واش الانسان صافي وصلت لهاد الدرجة مبقاش يركز ما بين الحق والباطل ما بين الصح والخطأ. فين وصلنا بالنفاق وفين وصلنا بالتفاهات والفسق والرذيلة والحقرة. مثلا أمي نعيمة تاخذ حكم بسنة على كلام يعني ما عرفاتش شنو كتقصد فيه ولا ما عارفة والو. واخا خوتي القانون لا يحمي المغفلين ولكن ماشي حتى لهاد الدرجة مقارنة مع المعتوهين والحتالات ساهموا في الفيسبوك والرذيلة والعنصرية ويعني ما تبعهم حد مازال عندهم دنيا هانية ومازال زايدين في التسلط والتجبر ديالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي نقول حسبي الله ونعم الوكيل. تفاهات لا تغني ولا تسمن من جوع وما قروية مسكينة قالت كلام ما عرفاش شنو كتقصد فيه يصرى بها هادشي اللي صرى بها حرام. هذا راه حقرا والله حقرا وتنطلبوا منك سعد القاضي تراجع في الحكم ديالك تجاه هاد المرأة ونطلبوا من الله تخفوا عليها الحكم وراه حرام هادشي.
راهم كاين اللي يستاهلوا احكام اكثر من هادشي بزاف. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خوتي مره اخرى رمضان المبارك سعيد، الصحه والسلامه. وراه كاين شي تفاهات كتروج بان عدم الصيام ولا هادشي راه غير تفاهات ما كاين منه والو. بنادم ينوي باش يصوم ان شاء الله وصوم وتصحوا، والصيام راه تيساعد حتى هو المناعه وتيقوي المناعه. في هذا خليكم من التخربيق ديال الصيام رمضان كيانش ولا هادشي راه ما كاين منه والو. خوتي تحياتي وسلامي، وحتى الغلوب للموضوع الجاي. السلام عليكم.